خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن هذا اللقاء التاريخي مع ضيفنا بالصوت والصورة الأستاذ رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي. سيد رضا، تحياتي لحضرتك في البداية. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بحضرتك. يعني الجملة المهمة جدا، إن تنتصرون بنا سننصركم بإذن الله، يعني الرسالة المباشرة من الرئيس السيسي إلى شعب ليبيا الشقيق، ما هي؟ الرسالة المباشرة أن مصر لم ولن تتخلى عن الشعب الليبي في خياراته المشروعة، وذلك على مر تاريخها. ويعني مطلع القرن العشرين شهد مواقف عملية في إبان الاحتلال الإيطالي لليبيا وانطلاق المقاومة الليبية ضد الاحتلال وانطلاق جيش الملك السنوسي من القاهرة من أبو رواش. جاءت كلمات السيد الرئيس للتأكيد على الثوابت التاريخية المصرية التي اتبعتها مصر على مدار تاريخها، تؤكد أيضا على البعد الجغرافي والبعد التاريخي والاجتماعي في العلاقة المصرية الليبية، إضافة إلى التأكيد أيضا عبر هذه الرسالة إرسال عدة رسائل أخرى. الرسالة السياسية هي أن مصر مع خيارات الشعب الليبي في الحصول على استقراره وممارسة سيادته على أرضه دون تدخلات خارجية من أي محتل أو مستهدف للأمن الليبي. هذا على الجانب السياسي. أما على الجانب العسكري فسيادة الرئيس أكد على الثوابت المصرية، وهي عقيدة عسكرية مصرية، أن أمننا القومي وعمقنا الاستراتيجي في ليبيا إذا ما تم مسه فسنتعامل بشكل عنيف ومباشر وواضح. الرسالة كانت واضحة، وأمننا القومي المباشر وعمقنا الاستراتيجي حدده السيد الرئيس في الخط الأحمر في سرت والجوفة. لكن هو في النهاية الطرف الآخر كان يروج منذ فترة يعني إلى سرت والجفرة حتى ننشغل بهذا الأمر ويختصر كل القضية الليبية في سرت والجفرة. لا، هو يعني للتوضيح، سرت والجفرة هي الخط الأحمر للأمن القومي المصري. إذا ما تم المساس فيه فسنتعامل بشكل مباشر وعسكري، وهذا يعني متوافق عليه مع الجيش الوطني الليبي ومع الشعب الليبي، وهذا ما اكد عليه ممثلي الشعب الليبي الحقيقيين الممثلين للقبائل والمكونات الليبيه. اما اختصار الدور المصري في سرت والجفرة والذي تحاول الجوانب الاخرى الاتجاهات الاخرى والقوى الدوليه اختصار الدور المصري في سرت والجفرة فهو طبعا امر مضل تماما. الدور المصري مع استقرار ليبيا، مع تفعيل زي ما قال السيد الرئيس تفعيل الاراده الشعبيه الليبيه في ممارسه حقوقها على ارضها وحمايه ثرواتها وحمايه سيادتها الوطنيه من مساعد والى راس جديد. طيب أستاذ رضا، يعني أنا محتاجة برضو قبل ما نتكلم عن هذه المناطق الاستراتيجية بشكل يعني أكثر تفصيلا، محتاجة أتكلم مع حضرتك مع زاوية مهمة جدا. إحنا شفنا في اللقاء النهاردة يعني سلاسة في الحديث، كان هناك هدف رئيسي من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بأنه لا يستعين يعني بأي ورق، ولكنه يعني يتحدث إلى الشعب الليبي المتمثل في وفد المشايخ والقبائل الليبية بكل صراحة ووضوح وإنسانية. يعني هذا الأمر ليس يعني بالسهل، أو أيضا يعني له بعض الرسائل المباشرة، خاصة بأن هذا الكلام يعني ربما شعر به أي مواطن مصري، أي مواطن ليبي، بأنه فعلا يعني كلام زي ما بنقول كده بالعامية المصرية كلام من القلب. ده رسالته إيه؟ أو ده أهميته إيه خاصة في التوقيت الاستراتيجي اللي بتمر بيه ليبيا الشقيقة؟
يعني هي التحديات للأمانة كبيرة. ويعني والأجمل من ذلك يعني الجميل في حديث السيد الرئيس يعني البسيط والموجه للشعب الليبي، هو في الحقيقة موجه للشعب الليبي والمصري. والسيد الرئيس يتحدث ويفكر بطريقة المواطن المصري، وهو وليبيا أهم مصري بالأساس. ليبيا هي عمق مصر الاستراتيجي، ومصر هي العمق الاستراتيجي لليبيا. صحيح. يعني الحدود الغربية فيها عائلات مشتركة، ويعني بعيدا عن الكلام التقليدي هي تقريبا شعب واحد وهم واحد ومصير واحد. لذلك السيد الرئيس اتكلم وبيفكر كما يفكر المواطن المصري البسيط وكما يفكر المواطن الليبي، ولذلك كانت رسالته من القلب وواضحة وإنسانية وبسيطة ويعني بديهية. السيد الرئيس تكلم عن بديهيات الرسالة من يعني البساطة والإنسانية في رسالة الرئيس في حديث الرئيس، أن هذه بديهيات وثوابت تاريخ وجغرافيا لم تتغير على مر قرون. دي هي الرسالة الأهم في التحدث ببساطة للشعبين الليبي والمصري. الجيش المصري إذا ما استدعي، إذا ما استدعته ليبيا زي ما السيد الرئيس يعني قال بشكل صريح، إذا ما انتصرتم بنا سننصركم. الجيش المصري إذا تدخل عسكريا في ليبيا فهو يتمتع بحاضنة شعبية. في رسالة واضحة في كلام سيادة الرئيس يعني محتاجة أقف عليها مع حضرتك، ولكن خلينا يعني ننتظر مع حضرتك كده ونتابع بعض التصريحات الخاصة بالرئيس عبد الفتاح السيسي مع السادة المشاهدين أيضا، ونعود من جديد. إن الخطوط الحمراء التي أعلناها هي بالأساس دعوة للسلام وإنهاء الصراع في ليبيا، ولكننا لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تحركات تهدد أمننا القومي الاستراتيجي على حدودنا الغربية، خاصة في ظل تزايد عمليات الحشد العسكري الراهن في محيط مدينة سرت. وأرجو أن احنا زي ما بقول كده في بداية كلامي اللي أنا قلته لأشقائنا الليبيين في الغرب أن هم يتفهموا النقطة دي ويدوا فرصة ولا يتم تسعيد الموقف، لأن احنا بصراحة لن نقف مكتوفي الأيدي أمام أي تجاوز لهذا الخط. أنا بأكدها لكم عشان تبقى الأمور واضحة. خلونا نقف على الخط ده ونبتدي مسار سياسي. مصر قالت كلمتها بعد سكوت وصمت 6 سنوات. وسبنا الأمور تتفاعل كما يرغب الليبيين. ولكن أن تتحول المنطقة الشرقية إلى منطقة غير مستقرة ده أمر إحنا مش هنسمح. بنعاود الحديث مع الأستاذ رضا شعبان المتخصص في الشأن الليبي. يمكن أستاذ رضا حضرتك اتكلمت على الجزئية اللي تحدث فيها وتطرق إليها سيادة الرئيس، ولكن هناك نقطة أخرى ورسالة أخرى يعني اتكلم بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنتهى الشفافية والوضوح والبساطة، ألا وهي فكرة إن هو كان بيصرح بشكل مبسط جدا إن بيقولك أنا بفكر إزاي هخرج من ليبيا لو دخلتها، فكرة إن أنا مش هدخل ليبيا إلا بطلب منكم، طبعا بيتحدث لي الشعب الليبي، وهخرج من ليبيا بأمر منكم. الجملة دي مهمة جدا جدا جدا، يعني أنا محتاجة إن أنا أوضحها مع حضرتك للسادة المشاهدين. اتفضل يا فندم. يعني السيد الرئيس يعني هذا ما فهمته من خطاب سيادته، انه يعني نحن لا نتدخل، مصر على مدار تاريخها لا تتدخل في الشؤون الدوليه. مصر تحترم كل القرارات والقوانين الدوليه وحقوق الدول بما فيها دول الجوار بالاساس. وليبيا يعني منذ 2011 وهي تشكل خطر شديد وداهم على الأمن المصري، لكن وعلى الرغم من ذلك اكتفت مصر بدور الوسيط الذي يحاول
تهدئة الأوضاع، يعني حتى لا يكون إلى جواره دولة تحاول يعني الميليشيات السطو عليها والتنظيمات الإرهابية. وهذا رغم العلم الكامل للقيادة السياسية المصرية أن ما كان يحدث في ليبيا من 2011 واتضح بشكل مباشر من 2014، وهو ما أشار إليه السيد الرئيس في خطابه أنه من 6 سنوات وإحنا ساكتين، كان واضح جدا أن كل الترتيبات اللي في ليبيا، يعني خلينا نكون واقعيين، أكثر من 70% من اللي بيحصل في ليبيا واللي حصل في ليبيا أو اللي كان مخطط ليه يحصل في ليبيا مستهدف في أمن مصر بالأساس. وده طبعا يعني مش بعيد عن الأهداف التركية اللي هي يعني تعتبر أداة في جيد التنظيم الإرهابي الدولي للإخوان في العالم، واللي بيمثل أردوغان ذراعه المسلحة بالميليشيات والمرتزقة. السيد الرئيس يعني أكد بشكل واضح أنه يعني طول عمرنا ما بنتدخلش، لكن إذا يعني أعيد وأكد على أنه أمننا القومي في ظل هذا التحشيد وفي ظل هذا التصعيد التركي وفي ظل هذا التحدي لقرارات هذه، يعني هذا التحدي والطلب في تحدي القرارات الدولية والتي تحظر مد الميليشيات بالسلاح والتي تحظر نقل عناصر إرهابية ومرتزقة إلى ليبيا، ويعني يتطاول أردوغان ونظامه والتنظيم الإرهابي من وراه إلى تهديد باقتحام سرت والجفرة، وذلك بما تعنيه سرت والجفرة لمصر بالأساس هي أمنها القومي. يعني لا جدال فيه، خط أحمر لا يعني لا جدال فيه.